هل سمعت بقصة اختفاء قرية إيشلي الأمريكية وما علاقة المكالمة الأخيرة باختفاء القرية؟ لتعرف القصة تابع معي. يا هلا والله، رجعنا لكم من جديد في قصة مختلفة في حدث مختلف، ولكن قبل ما أبدأ لا تنسون اللايك والاشتراك وأي شيء. ولست جو. إنهم قادمون قصة اختفاء قرية إيشلي الأمريكية وما علاقة المكالمة الأخيرة باختفاء هذه القرية. القصة هذه لا يصدقها العقل عن اختفاء قرية بالكامل، وهذه القرية تسمى إيشلي وهي قرية أمريكية صغيرة تابعة لولاية تكساس الأمريكية، يصل عدد سكانها إلى 700 شخص تقريبا. وبما أن إيشلي قرية صغيرة لم يكن فيها خدمات حكومية كبيرة، وكانت تعتمد على قرية مجاورة لها اسمها هاريس. في عام 1952 بدأت أمور غريبة تحدث في هذا المكان، وكان ذلك في بداية شهر أغسطس، حيث بدأ قسم الشرطة يستقبل مكالمات غريبة من سكان هذه القرية. وكانت هذه المكالمة عن شيء يرونه في السماء، فتحة سوداء في السماء، وهناك من أكد أن هذه الفتحة يخرج منها البرق. في بداية الأمر لم تهتم الشرطة، ولكن مع تكرار نفس الشكوى من عدد كبير من هذه السكان القرية، قرر قسم الشرطة أن يرسل أحد الضباط للمدينة لتأكد مما يحدث وهل هناك مشكلة حقيقية بالفعل أم أن المكالمات مجرد دعابات. اتجه الضابط آلان مايسي إلى قرية إيشلي وهي على مغربه من مقر قسم الشرطة مدينة هايس. طبعا يوم وصل الضابط إلى الطريق ظل الطريق المؤدي لإيشلي، ولكن الضابط وجد نفسه في هايس مرة أخرى. كان يروح لقرية إيشلي يشوف نفسه هو بقرية هايس، ولكن الضابط وجد نفسه في هايس مرة أخرى وقال لزملائه بأنه ضاع في الطريق، بالرغم أن الطريق لإيشلي بخط مستقيم. تخيل. أقسم الضابط آلان مايسي لزملائه أنه صار في الطريق الصحيح وأن السيارة لم تتخذ أي انحناءات على الطريق أو أي طريق مختصرة. وفي اليوم التالي قامت 7 سيارات من قسم الشرطة في مدينة هايس بالاتجاه نحو مدينة إيشلي، ولكن تكرر ما حدث للضابط الأول آلان مايسي. وقفت السلطات عاجزة أمام هذا الأمر الغريب، حيث يوجد خطأ في الطريق المؤدي للمدينة إيشلي وكأن هناك متاهة. وتلقى الشرطة مكالمة تفيد باتساع الثقب الأسود في سماء قرية إيشلي. وفي صباح اليوم التالي في تمام الساعة 10:15 صباحا وردت مكالمات من سكان المدينة تفيد أن الشمس لم تشرق والظلام يحيط بهم بكل مكان. تدخل عمدة تكساس في هذا الوقت وطلب من الروحية أن تخرج للوقوف على ما يحدث هناك، فالسيارات لا تستطيع الوصول لهذه المدينة. ولكن رجال الطائرة الهيليكوبتر أبلغت أنها لا تستطيع رؤية القرية على الإطلاق من فوق سماء هذه القرية، وبدأت حالة الذعر تتأنب سكان المدينة والسلطات على حد سوء. المكالمة الأخيرة أنهم قادمون. تعد هذه المكالمة الأخيرة هي الأقرب في قصة اختفاء هذه المدينة، ففي 15 من شهر 3 عام 1952 وصلت آخر مكالمة من مدينة إيشلي إلى قسم الشرطة. كانت المتصلة تدعى إبريل، والضابط الذي تلقى المكالمة هو بيتر ويتش، وكانت إبريل وظهر على صوت السيدة الفزع والخوف الشديد. هذه المكالمة تم تسجيلها وموجودة حتى الآن. حاول الضابط تهدئتها للحصول على معلومات قد تساعدهم على إنقاذها، ولكن أخبرت السيدة بأنها تختبي في خزانة منزلها بعد أن أغلقت ستائر المنزل كلها لأنها رأت أمرا مرعبا. أكدت إبريل خلال مكالمتها أن كل من ماتوا في هذه القرية عادوا من جديد إلى المدينة من فجوة مشتعلة، والأموات مشتعلين، ومن ضمنهم ابنها الذي توفى في العام الماضي في حادث السيارة حين كان يستقل دراجته، وقال لها أنه بخير وأنه يريد أن يراها. لم يصدق الضابط حديثها واعتبرها في حالة نفسية سيئة بسبب المشاكل الغريبة التي تمر بها القرية في هذه الفترة. وفي آخر مكالمة سمع الضابط صوت زجاج انكسر عند هذه المرأة. زلزال ابتلع المدينة بسكانها، الفجوة العملاقة. وبينما السيدة إبريل صاحبة المكالمة الأخيرة تتحدث الضابط، وقع زلزال ضرب ولاية تكساس بقوة 7.9 ريختر. كانت هذه أول مرة تسجل مثل هذه القراءة. الشرطة في اليوم التالي مع وقوع الزلزال باتجاه مدينة إيشلي على أمل مساعدة السكان. وبينما هم في الطريق للمدينة وجدوا فجوة عميقة مشتعلة بلغ طولها حوالي 1000 متر واتساعها حوالي 500 متر. اختفت مدينة إيشلي تماما، لم يبقى منها أي شيء. اختفى الأشخاص والأشياء وأيضا المنازل والسيارات وحتى الحيوانات الأليفة. المدينة عبارة عن فجوة عميقة مشتعلة في الأرض لم يتمكنوا من تحديد عمقها. وفي اليوم التالي تكرر الزلزال بنفس القوة. تخيل. وحين ذهبت قوات الشرطة وجدوا أمرا مذهلا، لقد أغلقت الفتحة نفسها وكأن شيئا لم يحدث، الرغم من أن القصة حقيقية وكل ما حدث مسجل حتى مكالمات سكان مدينة إيشلي،
إلا أن السلطات أمرت بالتكتم على ما حدث وعدم نشره في وسائل الإعلام، معتبره بأن مدينة إيشلي لم تكن موجودة من الأساس. ولكن سكان القرية المجاورة للمدينة بعد وقوع الكارثة واختفاء القرية ظلوا يتحدثون عن البرق الذي ظل يضرب قرية إيشلي على مدار أيام قبل اختفائها. بعد اختفاء هذه القرية لم يعرفوا وش السبب الرئيسي لاختفاء هذه القرية، لكن ما يعرفون وش هذا السبب بالأساس، لكن الله أعلم. وهنا تنتهي قصتنا لهذا اليوم، وأتمنى أنكم استمتعتم في هذه القصة. وقبل ما أنهي القصة، دمتم بخير.